بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رسالة يهوذا الرسول. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما ازنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محجا عن جسد موسى لم يكثر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم، لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قورح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون، متشكون، سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. أما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم أنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاك. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.
لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. رسالة يهوذا، وهي رسالة من إصحاح واحد، وطبعا يهوذا ده غير يهوذا الإسخريوطي اللي سلم المسيح وخانه، ده يهوذا الآخر، أحد تلاميذ السيد المسيح، وبيتكلم وبيذكر بعض المواقف من العهد القديم، مواقف ومشاهد كثيرة، وبيتكلم على الناس لها ضلالات الأيام الأخيرة واللي بيسلكوا بالشك وحسب الشهوة، وبيتكلموا بزواتهم وليست فيهم المحبة الإلهية، وبيذكر بعض المواقف ميخائيل رئيس الملائكة لما وقف قدام إبليس اللي عمال يتكلم ويحاول أن يظهر جسد موسى، رد عليه الرد الحاسم لينتهرك الرب كما في عدد 9. لكن من المبادئ اللي أحبك تحطها قدامك الآية رقم 22، ارحموا البعض المميزين. وارحموا البعض يعني مارسوا عمل الرحمة، وزي ما بنتعلم ليس الرحمة في الدينونة لمن لم يعمل رحمة. اعمل عمل الرحمة. مميزين يعني ايه؟ يعني الرحمة ما هيش واحدة مع كل الناس بحسب احتياج الناس وبحسب المواقف اللي بتبقى فيها، يعني في واحد الرحمة بتصل له من خلال كلمة تشجيع انت بتعمل، او واحد تاني بتوصل له عمل الرحمة انك تروح لغاية عنده وتقدم له نوع من المساعدة، او عمل الرحمة انك انسان تسنده في موضوع هو واقف فيه. فهنا بيخلي الرحمة انت بتعملها بصورة فيها تمييز، والتمييز ده شكل من اشكال الحكمة اللي الله بيعطيها للانسان. لكن دي في عدد 22، في عدد 24 يقول ايه؟ القادر ان يحفظكم غير عاسرين، يوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاك. وارجو انك يعني تركز في كلمة في الابتهاك، في يوم فرح مجيء الرب. يعني مجيء الرب صح للدينونة، لكن مجيء الرب هو يوم ابتهاج بالنسبة للإنسان اللي سلك بالرحمة وسلك بالأمانة في حياته. احفظ وعي المبدأ ده وحطه من مبادئ حياتك، ارحموا البعض مميزين. ربنا معكم.